فنانات وفنانين الكروشيه، ازيكم واهلا بيكم في قناه لاسا كروشيه. النهارده معانا مفرش بيضاوي. الطلب كتير المفرش البيضاوي، وحبيت ان انا انفذ معاكم شكل. والمفرش ده اخد تقريبا 150 جرام خيط، اشتغلت بخيط حلوان، كانت فتلاته رفيعه، واشتغلت بابره مقاس 2، طوله تقريبا 105 سنتي والعرض 72 سنتي. طبعا الطول احنا بنتحكم فيه في البداية، هشرح ازاي نقدر نطول المفرش او يعني نختار الطول اللي احنا عايزينه، والعرض يزيد طبعا مع نوع الخيط اللي هنشتغل بيه. يعني لو انت عايزة المفرش يكون اعرض من كده، يبقى هنستعمل خيط يكون اسمك من خيط حلوان، او ممكن نستعمل خيط حلوان نفسه، او يعني خيط يكون نفس السمك بتاعه بس على فتلتين او ثلاثة، على حسب انت عايزة عرض المفرش يكون قد ايه. اتمنى يعجبكم وتنفذوا، ونبدأ مع بعض. هبدأ بعقدة بداية عادية باي طريقة انت بتفضليها، وهعمل 13 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. هروح على اول سلسلة في 13 وهعمل فيها عمود بلفتين، باخد لفتين على الابرة، ادخل في اول سلسلة واكمل العمود بلفتين بتاعي. بعد كده ده كده اتكون عندي اول فراغ. بعد كده هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، هلف الشغل بتاعي وهعد. دي الغرزة اللي انا فيها، هعد 3 غرز او 3 سلاسل، 1 2 3. في الرابعة هدخل اعمل عمود بلفتين. كده تاني فراغ، تالت فراغ، 1 2 3 4 5 6 7 8، هلف الشغل، هعد 1 2 3. في السلسلة الرابعة هدخل اعمل عمود بلفتين، وهكذا. يبقى الفراغ بتاعي بيتكون ازاي؟ عبارة عن 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، عمود بلفتين، في افوت 1 2 3، في الرابعة ادخل اعمل عمود بلفتين. بكمل كده اعمل فراغات لغاية لما اوصل للطول المناسب في المفرش عندي، بس طبعا بعمل حساب ان لسه هيبقى في الدورانات وعلى الجناب، فهو لسه هيطول اكتر من كده. فانا بعمل حساب ان انا مثلا بقلل 20 سنتي من هنا، 20 سنتي من هنا، من الطول الأساسي. يعني مثلا لو أنا عايزة المفرش يبقى طوله 100 سنتي أو متر، هنقص من هنا 20 سنتي ومن هنا 20 سنتي، يبقى هشتغل الفراغات دي بطول 60 سنتي. تمام. طبعا برضو على حسب نوع الخيط اللي هتستعمليه، سواء على فتلة واحدة أو على فتلتين، كل ده بيفرق في المقاس بتاع الخيط والدورانات، هترمي قد ايه، هتعمل معاكي مقاس قد ايه، على حسب. طب يبقى انا بدأت ب 13 سلسلة، وفي اول سلسلة عملت عمود بلفتين. بعد كده كل الفراغات اللي جاية 8 سلسلة، عمود بلفتين في السلسلة الرابعة، 1 2 3 4 5 6 7 8، الف الشغل، اخد لفتين على الابرة، دي اللي انا فيها مش بعدها، 1 2 3، بفوت 3، وفي الرابعة اعمل العمود بلفتين بتاعي. وهكذا هكمل لغاية لما يبقى عندي انا هعمل 22
كله في المجمل 22. الزاوية دي والزاوية اللي هناك 2، فهيبقى عندي 20 في المنتصف و2 على الزوايا، هيبقى عندي 22 فراغ. هكمل كده الفراغات وارجع لكم. خلصت كده ال 22 فراغ اللي انا هعملهم، وطبعا زي ما قلت الدور ده او الجزء ده هو اللي انا بتحكم فيه في الاول في طول المفرش، على حسب ما انا عايزه المفرش طوله قد ايه بشتغل الجزء ده، بكبر واصغر يعني ازود عدد الفراغات او اقللها زي ما انت عايزه. طيب الدور اللي جاي انا هنا اخر فراغ عملت 8 سلسله وعمود بلفتين، بعد كده هعمل 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8، هروح على العمود انا هخليها كده بقى، يعني همشي كده بالجزئيه دي، هاجي فوق العمود ده هعمل غرزه حشو في الغرزه بتاعته اللي فوقيه على طول، 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8، اللي بعده غرزه حشو، وهكذا 1 2 3 4 5 6 7 8، اللي بعده غرزه حشو بالشكل ده. هيعمل عندي فراغات 8 سلسله فوق كل مربع او فراغ عندي هيديني فراغ تاني من 8 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8، غرزه حشو. هكمل كده لغايه لما اوصل عند اخر فراغ هنا، ونشوف هنشتغل ازاي مع بعض. وصلت كده هنا عند اخر العمود اللي قبل الاخير هنا، والمفروض هشتغل في ده. ده انا اصلا عندي مش عمود يعني، او مش فراغ يعني، مش واضحة الغرزة فين، فهعمل ايه؟ انا عندي هنا ممكن اعد من هنا 4 سلاسل، 1 2 3، في الرابعة اعمل غرزة حشو، او اعد من هنا 1 2 3، في الرابعة اعمل غرزة حشو، هي هي 1 2 3 4، واعمل غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده اعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، واروح على اول سلسله بدات بيها اللي هي الضلع الثاني بتاع الفراغ ده، واعمل غرزه حشو، وارجع كده ابدا اكرر كل اللي عملته، 1 2 3 4 5 6 7 8، غرزه حشو فيه هيبقى شكلها كده. اخر فراغ ده هيبقى في فراغ يعني في 8 سلسلة على اليمين وعلى الشمال وفوقيه، واضحة؟ هكمل برضو 8 سلسلة فوق كل وحشو فوق كل عمود او فراغ من الفراغات اللي جاية زي ما عملت هنا في الناحية دي، لغاية لما اوصل عند اول فراغ. هكمل كده وارجع لكم. وصلت كده هنا عند اول فراغ المفروض هشتغل، اشتغلت منه، وصلت عند العمود ده او الضلع بتاع المربع ده، هشتغل دلوقتي 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وزي عند البداية او الزاوية الناحية التانية هعد 4، 1 2 3، في الرابعة هعمل غرزة حشو، 1 2 3 4، ودي اللي انا بدأت منها، هعمل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وهقفل بمنزلقة
وكده هيبقى عندي نفس الشكل الناحية التانية. الفراغ اللي في الزاوية فيه على يمينه وعلى شماله ومن فوقيه في 8 سلسلة هنا وهنا وهنا. طيب للدور الجديد هعمل ايه؟ في فراغ 8 سلسلة اللي عندي هنا همشي منزلقات 4 سلسلة، منطلقة في الأولانية في السلسلة التانية منطلقة، عشان أقف في منتصف فراغ 8 سلسلة. التالتة الرابعة كده أنا في منتصف فراغ 8 سلسلة. في التمانية سلسلة اللي هي على جانب أول مربع عندي اللي هو هيبقى ده الزاوية، الزاوية في الناحية دي وفي زاوية الناحية دي، علشان في الدور ده هيبدأ يتشكل الضلع، الضلع اللي هو ده من الناحية دي ومن الناحية دي فيهم شغل والزاوية فيها شغل مختلف. طيب هبدأ ازاي الدور؟ هبدأ بارتفاع 2 سلسلة غير محسوبة، وهعمل عمود بلفتين في نفس الفراغ اللي انا فيه، عمود بلفتين. بعد كده هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 عمود بلفتين في فراغ 8 سلسلة اللي بعده. اول مربع ده الفراغ ده اليمين والشمال واللي فوق دول هما الزاوية، وباقي الفراغات هما الضلع. طيب بعد كده نفس التكرار، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 عمود بلفتين في الفراغ اللي بعده. وهكذا 6 سلسلة عمود بلفتين، 6 سلسلة عمود بلفتين في كل فراغ 8 سلسلة على الضلع، لغاية لما اوصل عند الزاوية هنا. هرجع لكم ونشتغلها مع بعض. وصلت هنا عند اخر فراغ قبل الزاوية اللي هو 8 سلسلة اللي من فوق، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 في الفراغ اللي من فوق هعمل عمود بلفتين، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 في نفس الفراغ اللي انا فيه اللي هو في الزاوية هعمل عمود بلفتين كمان، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 في نفس الفراغ هعمل عمود بلفتين تالت. وستة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 واروح على الفراغ اللي بعده اعمل عمود بلفتين. يبقى الفراغ اللي فيه الزاوية عملت فيه 3 عمود بلفتين، بين كل عمود بلفتين والتاني في 6 سلسلة، يعني في كل الفراغات اللي في الضلع عملت عمود بلفتين واحد، في الفراغ اللي في الزاوية عملت 3 و6 سلسلة برضو قبل وبعد، يعني كل الفراغات اللي بين الأعمدة 6 سلسلة سواء في الضلع أو في الزاوية. هكمل كده 6 سلسلة عمود بلفتين في الضلع الناحية التانية وارجع لكم. في الزاوية الناحية التانية عملت نفس الشغل اللي عملته في الزاوية، عمود بلفتين، 6 سلسلة، عمود بلفتين، 6 سلسلة، عمود بلفتين، وستة سلسلة، وقفلت بمنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه الدور. لبداية الدور الجديد همشي برضو 4 منزلقة في فراغ 8 سلسلة، 6 سلسلة، 3 بس منزلقة عشان اكون واقفة في منتصف الفراغ. دلوقتي هشتغل الفراغ اللي انا فيه ده، دلوقتي ده هيكون اخر
فراغ او اخر جزء من الزاوية بتاعتي. فهيبقى في نهاية السطر ان انا هرجع اشتغل باقي الزاوية واقفل بمنزلق، والزاوية كاملة هشتغلها معاكم في الناحية التانية. تمام. طيب دلوقتي هرتفع 2 سلسلة غير محسوبة في نفس الفراغ اللي انا فيه، هعمل 4 عمود بلفتين، 1 2 3 4. بعد كده هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وفي فراغ 6 سلسلة اللي جاي هعمل غرزة حشو. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، في الفراغ اللي بعده هعمل 4 عمود بلفتين، 1 2 3 4. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، في الفراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، الفراغ اللي بعده 4 عمود بلفتين. وهكذا هيبقى في عندي فراغ في 4 عمود بلفتين، وفراغ في غرزة حشو، وستة سلسلة ستة سلسلة. ده كده 3، ده الرابع، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، حشو في الفراغ اللي بعده، وستة سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وأكرر في الفراغ اللي بعده 4 عمود بلفتين، وهكذا لغاية لما أوصل عند الزاوية. خلصت كده الشغل اللي فيه الضلع ووصلت عند الزاوية. الزاوية بتبدأ من فين؟ بتبدأ من هنا، اللي هو ده كان أول فراغ أنا بدأت بيه. فعندي الجزء ده كله هنا كده، من أول هنا، من أول الفراغين دول على الشمال وعلى اليمين، هما اللي بداية الزاوية. كل ده الزاوية من أول هنا، من أول الفراغ ده، 1 2 3 4 5 6، 6 فراغات ورا بعض هما الزاوية. طيب أنا في أول فراغ عندي عملت فيه زي بتاع الضلع، كنت عملت الفراغ اللي قبله حشو، 6 سلسلة و4 عمود بلفتين. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هشتغل 6 سلسلة، وفوق العمود ده، فوق العمود ده هشتغل، نشوف مع بعض، 1 2 3 4 5 6، فوق العمود اللي هو نهاية الفراغ اللي انا فيه ده هشتغل 3 عمود بلفتين مجمعة. يعني ده اول عمود بلفتين، هطلع من حلقتين ومن حلقتين، وهخلي اخر حلقتين معايا على الابرة، هاخد لفتين على الابرة في نفس العمود، هدخل هعمل عمود تاني بلفتين مجمع ومش هكمله، قصدي غير مكتمل، والعمود الثالث بلفتين غير مكتمل، اسحب خيط واطلع من كل الحلقات معايا على الابرة. تمام. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، عندي هنا التلاتة عمود بلفتين اللي عملتهم في الزاوية، فوق كل واحد منهم هعمل 4 عمود بلفتين اللي انا عملتهم في الضلع، ده التاني فوق العمود نفسه مش في الفراغ، 3 4، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6،
في العمود التاني اعمل برضو 4 عمود بلفتين. ده كده الاولاني التاني ده التالت سوري وده الرابع بعد كده 1 2 3 4 5 6 وفي اخر عمود عندي او التالت برضو هعمل 4 عمود بلفتين. العمود الثاني الثالث الرابع والاخير في اخر عمود بلفتين من الزاوية. بعد كده هعمل 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 وهاجي عند العمود اللي جاي هعمل فيه عمود مجمع من 3 عمود بلفتين زي ما عملت في الناحية التانية، مش هكمله للآخر. عمود مجمع تاني، عمود قصدي غير مكتمل تاني، عمود بلفتين وده العمود التالت. هقفل الكل مع بعض. بعد كده 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 وفي الفراغ اللي جاي على طول هعمل فيه 4 عمود بلفتين، نفس الشغل اللي عملته في الناحية التانية بالظبط. ده التاني التالت الرابع وهكذا. بعد كده هرجع اكمل تاني زي نفس الشغل في الضلع، 6 سلسلة حشو في الفراغ اللي جاي، 6 سلسلة واربعة عمود بلفتين. يبقى ده شكل الزاوية، عندي 4 عمود بلفتين. في العمود اللي بعده على طول في عمود مجمع في 6 سلسلة فواصل، كل الفواصل عبارة عن 6 سلسلة. في التلات أعمدة بتوع الزاوية 4 عمود بلفتين، 6 سلسلة 4 عمود بلفتين، 6 سلسلة 4 عمود بلفتين، بعد كده 6 سلسلة. وفي العمود اللي جاي بعمل فيه عمود مجمع من 3 عمود بلفتين و6 سلسلة، وفي نفس الفراغ اللي بعده على طول بعمل 4 عمود بلفتين وهكذا. وارجع اكمل تاني نفس شغل الضلع، 6 سلسلة حشو، 6 سلسلة 4 عمود بلفتين وهكذا لنهاية الدور. ونكمل برضو بنفس الطريقة الزاوية اللي هنا، ده اول 4 عمود بلفتين انا اشتغلته. في العمود ده اللي انا عملت من بعده 4 3 منزلقة هشتغل فيه هو العمود المجمع من 3 عمود بلفتين. هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. في نهاية الدور عملت اخر عمود مجمع وعملت 6 سلسلة ومنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه. الدور الجديد هرتفع 2 سلسلة غير محسوبة وعمود بلفتين في نفس العمود اللي انا فيه. واتنين سلسلة 1 2 عمود بلفتين في العمود اللي بعده، 2 سلسلة عمود بلفتين في العمود اللي بعده، 2 سلسلة عمود بلفتين في رابع عمود بلفتين والاخير. ده برضو اخر جزء من الدوران او من الزاوية. بعد كده عندي 6 سلسلة حشو، 6 سلسلة في الدور اللي فات. دلوقتي هشتغل 6 سلسلة 1 2 3 4 5 6 هعمل عمود بلفتين في فراغ 6 سلسلة الاولاني
ومش هكمله للآخر. هاخد لفتين على الإبرة، هروح على فراغ الستة سلسلة اللي بعده، هعمل عمود بلفتين ومش هكمله للآخر، هسحب خيط وأطلع من كل الحلقات. بعد كده هعمل ستة سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهروح على الأربعة عمود بلفتين اللي عندي هعمل فيهم تناقص كلهم، أخليهم غرزة واحدة، يعني هعمل عمود مجمع من 4 عمود بلفتين فوق الأربع عمود بلفتين دول. أول عمود ومش هكمله، تاني عمود ومش هكمله، التالت ومش هكمله، الرابع ومش هكمله. هسحب خيط واطلع من الكل. ستة سلسلة، 1 2 3 4 5 6. من بعد اول عمود مجمع من 4 عمود بلفتين كده بدأت الضلع، هبدأ في الضلع. طيب هعمل ايه؟ عملت ستة سلسلة، بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3. في اول سلسلة من التلاتة هعمل غرزة بيكو منزلقة في اول سلسلة. ستة سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح على العمود الاربعة عمود اللي جايين اعمل فيهم عمود مجمع من 4 عمود بلفتين. اول عمود وما كملهوش، التاني ما كملهوش، التالت والرابع، واسحب خيط واطلع من الكل. وهيبقى ده التكرار معايا في الضلع، عبارة عن عمود مجمع من 4 عمود بلفتين، 6 سلسلة، غرزة بيكو من 3 سلسلة، 6 سلسلة، وعمود مجمع. يبقى أول فراغ أو أول جزء في 6 سلسلة حشو 6 سلسلة، ده يعتبر تبع أو هو يعني جزء من الزاوية، لأنه مش هيتكرر معايا، اللي هو 6 سلسلة، 2 عمود مجمع مع بعض، واحد في فراغ 6 سلسلة ده والتاني في فراغ 6 سلسلة ده، وبعد كده 6 سلسلة وأبدأ في الضلع بتاعي اللي هو عمود مجمع 6 سلسلة، بيكو من 3 سلسلة 6 سلسلة، وعمود مجمع. طبعا ده هيتكرر هنا في الناحية التانية وفي الزاوية التانية، لكن مش هيتكرر في الضلع. كده همشي لغاية نهاية الضلع بنفس الشغل ده والتكرار، عمود مجمع 6 سلسلة بيكو 6 سلسلة عمود مجمع. في نهاية الضلع وصلت عند، انا هنا عندي ده العمود المجمع من الدور اللي فات، وده الاربعة عمود بلفتين، وده فراغ الستة سلسلة حشو 6 سلسلة اللي هشتغل فيه بعد اخر عمود مجمع، 1 2 3 4 5 6، عمود بلفتين في فراغ الستة سلسلة ما كملهوش للاخر، في الفراغ اللي بعده عمود بلفتين ما كملهوش للاخر، واسحب واطلع من الكل. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، في الاربعة عمود هشتغل 4 عمود بلفتين، كل عمود فوقي عمود، بعد اول عمود 2 سلسلة، اللي بعده عمود بلفتين واتنين سلسلة، التالت 2 سلسلة، والرابع بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، فوق العمود المجمع هعمل عمود مجمع برضو من 3 عمود بلفتين.
اول عمود بلفتين ما كملهوش، التاني في نفس المكان ما كملهوش، التالت هقفل الكل مع بعض، يبقى عندي عمود مجمع وفوقيه عمود مجمع. 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. في الأربعة عمود بلفتين، 6 سلسلة 4 عمود بلفتين في الزاوية، هشتغل عمود بلفتين، 2 سلسلة فوق كل عمود، 2 سلسلة، العمود الثالث 2 سلسلة، العمود الرابع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح على الاربع عمود اللي بعدهم، عمود بلفتين 2 سلسلة، الثاني 2 سلسلة، الثالث 2 سلسلة، والاخير و 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. اكرر في المجموعة اللي جاية، 2 سلسلة، التاني 2 سلسلة، التالت 2 سلسلة، الرابع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. العمود المجمع من 3 عمود، هعمل فوقي عمود مجمع من 3 عمود، اول واحد مكملهوش، تاني مكملهوش، التالت مكملهوش، واقفل الكل مع بعض، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، و عمود بلفتين 2 سلسلة، عمود بلفتين 2 سلسلة، تالت 2 سلسلة، الرابع، واعمل زي ما عملت في البداية، 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، عمود بلفتين في اول فراغ 6 سلسلة وما كملهوش، العمود التاني في الفراغ التاني وما كملهوش، اقفل الاتنين مع بعض، 1 2 3 4 5 6، واعمل عمود مجمع لان ده كده بداية الضلع، وانا الضلع بشتغل في عمود مجمع من 4 عمود بلفتين، وبين كل عمود ومجمع والتاني في 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، اعلم السلسلة دي، 1 2 3، في اول سلسلة من التلاتة ادخل واعمل منزلقة، 6 سلسلة كمان، 1 2 3 4 5 6، وعلى الاربع عمود اللي جايين اعمل عمود مجمع، وهكذا لنهاية الضلع، وهشتغل هكمل الزاوية اللي بدأت بيها الدور هكملها لنهايتها، واقفل بمنزلقة زي العادي. يبقى ده كده شكل الزاوية بتاعي وبداية الضلع، هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. في نهاية الدور قفلت بمنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه، للدور الجديد هرتفع 2 سلسلة غير محسوبة، وفي نفس العمود هعمل عمود بلفتين، بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، العمود اللي بعده
عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة، العمود الرابع. بعد كده هبدأ اشتغل في الجزء بتاع الضلع، هعمل 12 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. هروح هتجاهل الستة سلسلة عمود مجمع، ستة سلسلة هتجاهل كل ده، وهروح على العمود المجمع من اربع عمود بلفتين، اعمل فوقيه عمود بلفتين. بالشكل ده. بعد كده 12 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر. هكرر تاني، هتجاهل الستة سلسلة بيكو ستة سلسلة، هروح على العمود المجمع اللي بعده اعمل فيه عمود بلفتين. بالشكل ده. يبقى الضلع عبارة عن 12 سلسلة عمود بلفتين، 12 سلسلة عمود بلفتين فوق كل عمود مجمع من اربعة عمود بلفتين. هكمل كده لغاية الزاوية وارجع لكم. في نهاية الضلع وصلت عند اخر عمود مجمع، عملت فوقيه عمود بلفتين، وبعد كده 12 سلسلة زي ما بدأت الدور كنت عملت فيه اول مجموعة. عندي فوق اول عمود بلفتين هعمل عمود بلفتين، ثلاثة سلسلة، عمود بلفتين في العمود التاني، واحد اتنين تلاتة سلسلة، عمود بلفتين في التالت، واحد اتنين تلاتة سلسلة، عمود بلفتين في الرابع. بعد الرابع هعمل، خلصت كده اول مجموعة، هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. في عندي العمود المجمع من تلاتة عمود بلفتين، هعمل برضو فوقيه عمود مجمع من تلاتة عمود بلفتين، الاول ومش هكمله، التاني ومش هكمله، التالت ومش هكمله للاخر، وهقفل الكل مع بعض. بعد كده ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. في عندي في المجموعة اللي جاية هعمل نفس الشغل اللي عملته قبل كده، عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، العمود التاني، عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة سلسلة، التالت تلاتة سلسلة، الرابع، وفي نهاية المجموعة دي كان الفراغ اللي بين المجموعة دي واللي بعدها ستة سلسلة، هحافظ على ستة سلسلة بتوعي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واكرر تاني نفس المجموعة، واحد اتنين تلاتة سلسلة، وعمود بلفتين، تلاتة سلسلة، وهكذا. هخلص المجموعة وبعد كده هعمل ستة سلسلة، هكرر المجموعة تاني، بعد كده هعمل ستة سلسلة وعمود مجمع من تلاتة عمود بلفتين وستة سلسلة، واعمل اخر مجموعة. بعد اخر مجموعة هرجع اشتغل تاني 12 سلسلة عمود بلفتين فوق كل عمود مجمع من اربعة عمود بلفتين اللي هو الجزء بتاع الضلع. هكمل كده لنهاية الدور وارجع لكم. في نهاية الدور عملت اخر عمود مجمع من تلات عمود بلفتين وستة سلسلة، وقفلت بمنزلقة في اول عمود بلفتين بدأت بيه. للدور الجديد هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبة، و
هعمل اتنين عمود بلفتين في نفس العمود اللي انا فيه. الغرزة دي او الشغل في العمود ده لسه ليه كمالة، هكمله في نهاية السطر. طيب دلوقتي هشتغل، هروح على انا عندي المجموعة دي عشان الشغل ده هيتكرر في كل المجموعات اللي في الزاوية. اول عمود من الاربعة عمود بلفتين واخر عمود هشتغل فيهم حاجة زي بعض، وفي النص مش هشتغل في العمدان اللي في النص، هشتغل في الفراغ اللي في النص. انا يعني عندي ثلاث فراغات، هشتغل في الفراغ اللي في النص وفي العمود الاولاني والعمود الاخير. طيب هنعتبر ان انا كده خلاص خلصت الشغل في العمود الاولاني، هروح على الفراغ اللي في المنتصف هعمل فيه عمود بلفتين، عمود تاني بلفتين، ثلاثة سلسلة، واحد اتنين تلاتة. في نفس الفراغ اللي انا فيه هعمل اتنين عمود بلفتين كمان، واحد ده التاني. يبقى في الفراغ اللي في المنتصف هشتغل اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود. بعد كده هروح على العمود الرابع هشتغل فيه نفس الشغل، اتنين عمود بس فوق العمود مش في الفراغ، اتنين عمود بلفتين ده التاني، تلاتة سلسلة واتنين عمود في نفس الغرزة. بالشكل ده نفس الشغل اللي اشتغلته هنا هعمله، هكمل بيه باقي العمود الاولاني في نهاية السطر، يعني هخلص وارجع نقفله مع بعض نشوف هنقفله ازاي. بعد اخر عمود في المجموعة دي هشتغل عشرة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هروح على اول عمود بلفتين يقابلني هعمل فيه غرزة حشو، بعد كده هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. في الفراغ اللي جاي، في الفراغ اللي جاي هعمل اربعة عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد كده هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. هروح على العمود هشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. هروح على الفراغ اللي جاي هعمل فيه أربعة عمود بلفتين. وكده هيبقى الضلع معايا عبارة عن ستة سلسلة حشو في العمود، ستة سلسلة أربعة عمود في الفراغ اللي بعده، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة حشو في العمود اللي جاي، وهكذا لنهاية الدور في لغاية الضلع، لغاية نهاية الضلع. في كل فراغ هعمل أربعة عمود بلفتين، وقبل الأربعة عمود بلفتين وبعدها في ستة سلسلة وستة سلسلة، وفوق كل عمود من الدور اللي فات هعمل غرزة حشو. هكمل الضلع كده وارجع لكم عند الزاوية. عند آخر عمود في الضلع قبل المجموعة على طول عملت غرزة حشو، بعد كده هعمل عشرة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هروح على اول ضلع اول عمود في المجموعة هشتغل فيه اتنين عمود بلفتين، تلاتة سلسلة في نفس المكان، اتنين عمود
بلفتين. هروح على الفراغ اللي في المنتصف اللي بين العمود الثاني والثالث، هعمل فيه 2 عمود بلفتين، 3 سلسلة، 2 عمود بلفتين. بعد كده هروح على آخر عمود اللي هو الرابع، أشتغل فيه 2 عمود بلفتين، ثلاثة سلسلة، 2 عمود بلفتين. يبقى المجموعة عبارة عن 4 عمود بلفتين في الدور اللي فات. في أول عمود هشتغل مجموعة 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، في الفراغ اللي في المنتصف بين العمود الثاني والثالث هشتغل مجموعة 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، في العمود الرابع هشتغل مجموعة 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود. بين المجموعة دي قبل المجموعة بعد كده هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هعمل عمود بلفتين مجمع من 3 عمود بلفتين مجمع في العمود المجمع من الدور اللي فات، 3 عمود بلفتين ومش هكملهم وهسحب خيط واطلع من الكل. بعد كده 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهعمل في المجموعة اللي جاية نفس الشغل اللي عملته في المجموعة دي، هشتغله هنا بعد كده 6 سلسلة فراغ، وأكرر نفس الشغل في المجموعة دي بعد كده 6 سلسلة فراغ، نفس الشغل في المجموعة دي بعد كده 6 سلسلة، عمود بلفتين عمود مجمع من 3 عمود بلفتين فوق العمود المجمع هنا، 6 سلسلة، وأكرر نفس الشغل تاني في آخر مجموعة. بعد كده بعد آخر مجموعة بعمل 10 سلسلة وحشو في أول عمود من الضلع، وبعد كده أرجع أشتغل تاني الشغل اللي في الضلع، 6 سلسلة، 4 عمود بلفتين في الفراغ، 6 سلسلة، حشو في العمود، نفس الشغل اللي اشتغلناه في الضلع. يبقى هكمل كده الزاوية بنفس الطريقة وهكمل الضلع وارجع لكم في نهاية الدور اقفل معاكم الدور. في نهاية الدور بعد اخر عمود مجمع من 3 عمود بلفتين هشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هروح على اول عمود اشتغلت فيه 2 عمود في نفس الغرزة، هشتغل 2 عمود كمان، ادي اول عمود بلفتين. انا هثبت كلمة عمود في الدور ده في المفرش ده اللي هو عمود بلفتين، ولو في اي تغيير هقول عليه، فعمود هتبقى هي عمود بلفتين. طيب عملت 2 عمود، بعد كده هقفل بسلسلة واحدة ونص عمود في اول عمود بدأت بالدور عشان اكون واقفة في منتصف فراغ التلاتة سلسلة. طيب دلوقتي هرتفع للدور الجديد 2 سلسلة غير محسوبة، وهعمل 2 عمود في نفس الفراغ اللي انا فيه، ادي كده ده اول عمود، العمود الثاني هروح على فراغ التلاتة سلسلة في المجموعة اللي جاية هعمل فيها 2 عمود، ده التاني، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3،
في نفس الفراغ اللي انا فيه هعمل اتنين عمود كمان. تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، في نفس الفراغ هعمل اتنين عمود تانيين. يبقى في المجموعة اللي في المنتصف اشتغلت في فراغ تلاتة سلسلة بتاعتها، اشتغلت اتنين عمود تلاتة سلسلة، اتنين عمود تلاتة سلسلة، اتنين عمود. هروح على فراغ تلاتة سلسلة في المجموعة اللي بعدها، هشتغل اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود. يبقى الشغل في المجموعة هيبقى في المجموعة اللي في المنتصف هو بس اللي متغير، وفي المجموعة الأولانية والأخيرة اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود. دلوقتي هعمل تمانية سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عندي هنا اتنين فراغ، فراغ عشرة سلسلة وفراغ ستة سلسلة. هعمل في فراغ العشرة سلسلة عمود وما كملهوش للآخر، هاخد لفتين على الإبرة. هروح في فراغ الستة سلسلة أعمل عمود برضو وما كملهوش للآخر، أسحب خيط وأطلع من كل الحلقات معي على الإبرة. بعد كده هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. في الأربعة عمود اللي عندي هعمل تناقص فيهم كلهم، يعني هعمل أربعة عمود، هعمل عمود مجمع من أربعة عمود. أول عمود ما كملهوش، التاني ما كملهوش، التالت وما كملهوش، الرابع ما كملهوش للآخر. أسحب خيط وأطلع من كل الحلقات مع بعض. بعد كده هيبدأ من أول هنا، هيبدأ التكرار ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. هعلم بإيدي وأعمل تلاتة سلسلة للبيكو، واحد اتنين تلاتة، منزلقة في أول سلسلة ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. وأروح على الأربعة عمود أعمل فيهم عمود مجمع من أربعة عمود. نفس الشغل ده اشتغلناه في الدور رقم خمسة، أكرره هو هو تاني. هقفل الكل مع بعض، وستة سلسلة، تلاتة سلسلة للبيكو وستة سلسلة، وأكرر عمود مجمع. هكمل كده لغاية لما اوصل عند بداية الزاوية او الدوران وارجع لكم. في نهاية الضلع عند اخر عمود مجمع من اربعة عمود عملت ستة سلسلة، وهعمل عمود مجمع من اتنين عمود. اول عمود في فراغ الستة سلسلة، وتاني عمود في فراغ العشرة سلسلة. هقفل الاتنين مع بعض. بعد كده تمانية سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اول مجموعة عندي هشتغل في فراغ التلاتة سلسلة، هعمل مجموعة عادية اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس المكان. بعد كده في فراغ التلاتة سلسلة اللي جاي هشتغل الجزء المختلف اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس المكان، تلاتة سلسلة ومرة تاني اتنين عمود بالشكل ده. بعد كده في فراغ التلاتة سلسلة اللي جاي اتنين عمود
تلاتة سلسلة اتنين عمود. الشغل بتاع المجموعة الكبيرة دي كأنها كلها كده مجموعة على بعض، مجموعة كبيرة، هو هيتكرر في كل المجموعات اللي في الدوران. طيب بعد اول مجموعة دي ما خلصتها عندي ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، عندي العمود المجمع من تلاتة عمود فوق العمود المجمع من الدور اللي فات، ده اول عمود، التاني مكملهوش، التالت مكملهوش، واقفل الكل مع بعض ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، واشتغل في المجموعة الكبيرة دي نفس الشغل اللي اشتغلته هنا، اول فراغ تلاتة سلسلة اتنين عمود، تلاتة سلسلة اتنين عمود، في الفراغ اللي في المنتصف اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود، في الفراغ اللي بعده اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود، بين المجموعة دي واللي بعدها ستة سلسلة، بعد المجموعة دي ستة سلسلة، هكرر المجموعة تاني بعد كده ستة سلسلة عمود مجمع من تلاتة عمود، بعد كده ستة سلسلة آخر مجموعة عندي، وأكرر تمانية سلسلة عمود مجمع من اتنين عمود، وستة سلسلة وعمود مجمع من أربعة عمود، وأكرر الضلع تاني ستة سلسلة، تلاتة سلسلة للبيكو، ستة سلسلة عمود مجمع، وهكذا لنهاية الدور. هكمل كده بنفس الطريقة وأرجع لكم. في نهاية الدور قفلت زي الدور اللي فات، عملت في الفراغ عملت فيه اتنين عمود وعملت سلسلة وقفلت بنص عمود في أول عمود بدأت منه الدور. للدور الجديد هرتفع اتنين سلسلة غير محسوبة وهعمل في نفس الفراغ اللي أنا فيه اتنين عمود. بعد كده هروح على أول فراغ من التلاتة سلسلة، من التلاتة سلسلة اللي جايين، اللي هي كانت المجموعة اللي في المنتصف اللي فيها اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود، في أول فراغ تلاتة سلسلة، هعمل مجموعة عبارة عن اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود في نفس المكان، بالشكل ده. بعد كده هعمل سلسلة واحدة وهروح على الفراغ التلاتة سلسلة اللي جاي اعمل فيه اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود، بعد كده هروح على المجموعة الاخيرة هعمل في فراغ التلاتة سلسلة بتاعها هعمل مجموعة اتنين عمود تلاتة سلسلة اتنين عمود. يبقى الجزء ده اول فراغ من تلاتة سلسلة او اول مجموعة هشتغل فيها مجموعة عادية، بعد كده هروح على طول على اول فراغ من تلاتة سلسلة في المجموعة اللي في المنتصف هعمل مجموعة، بعد كده سلسلة واحدة واروح على الفراغ التاني اعمل فيه مجموعة، بعد كده هروح على اخر مجموعة في الفراغ التلاتة سلسلة بتاعها اعمل فيها مجموعة. يبقى هعمل تقريبا في كل مجموعة او في كل فراغ من تلاتة سلسلة مجموعة، لكن بين في الفراغين اللي في المنتصف بين المجموعة دي والمجموعة دي في فراغ سلسلة واحدة بس، باقي المجموعات كلها بشتغل دايركت على طول مفيش فراغات. بعد كده هشتغل 12 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هروح على اول عمود مجمع عندي
اشتغل فوقي عمود. وهأكرر 12 سلسلة، وفوق كل عمود مجمع اعمل عمود، و 12 سلسلة عمود، 12 سلسلة عمود، وهكذا. طبعا عمود بلفتين زي ما اتفقنا. هكمل كده لنهاية الدور، لغاية مش لنهاية الدور اسفة، لنهاية الضلع الطويل، وارجع لكم عند المروحة او عند الدوران او عند الزاوية. نشتغل اول جزء مع بعض واشرح التكرار هيبقى ازاي. في نهاية الضلع وعند اخر عمود مجمع من 4 عمود بلفتين، عملت فوقيه عمود وعملت 12 سلسلة، وهروح على اول فراغ 3 سلسلة من المجموعة اللي جاية على طول في الدوران او في الزاوية. هعمل فيه 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، هروح على الفراغ اللي جاي في المجموعة اللي بعدها، هعمل مجموعة 2 عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، 2 عمود. بعد كده هعمل سلسلة واحدة فراغ في الفراغ اللي بعده، هعمل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود. في آخر فراغ عندي هعمل مجموعة 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، 2 عمود في نفس المكان. بالشكل ده. بعد كده ده زي المعتاد في كل دور هشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 عمود مجمع من 3 عمود بلفتين فوق العمود المجمع ده من الدور اللي فات. العمود الاولاني وما كملهوش، العمود الثاني وما كملهوش، العمود الثالث وما كملهوش للاخر، واسحب واطلع من الكل 6 سلسلة بعده، 1 2 3 4 5 6. اكرر تاني نفس شغل المجموعة ده اللي عملته هنا، مجموعة مجموعة سلسلة مجموعة مجموعة، هكرره هنا. بعد كده 6 سلسلة بين المجموعة الكبيرة دي والمجموعة الكبيرة اللي بعدها، 6 سلسلة، اكرر المجموعة الكبيرة تاني، 6 سلسلة، عمود مجمع من 3 عمود، 6 سلسلة، واكرر المجموعة تاني. بعدها ابدأ في الضلع 12 سلسلة وعمود فوق العمود المجمع من 4 عمود. الضلع كله يمشي 12 سلسلة عمود، وهكذا لنهاية الدور، وارجع لكم. في نهاية الدور قفلت بسلسلة ونص عمود في اول عمود بلفتين بدأت بالدور. للدور الجديد هرتفع 2 سلسلة غير محسوبة، وعمود بلفتين، 2 عمود بلفتين في نفس الفراغ اللي انا فيه. المجموعة اللي انا فيها دي هيبقى فيها مجموعة كاملة، وبعد المجموعة دي هعمل سلسلة. كان في الدور اللي فات ببدأ المجموعة اللي بعدها على طول، في الدور ده هيبقى فيه سلسلة فراغ، وهروح على المجموعة اللي بعدها في فراغ الثلاثة سلسلة هعمل مجموعة، 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود. في الدور اللي فات كان بعد المجموعة دي في سلسلة فراغ، في الدور ده هيبقى فيه 3 سلسلة فراغ، هروح على فراغ التلاتة سلسلة اللي جاي اعمل مجموعة، 2 عمود،
اتنين تلاتة سلسلة، اتنين عمود بين المجموعة دي واللي بعدها. كان في الدور اللي فات مفيش فراغ، في الدور ده هيبقى فيه سلسلة واحدة فراغ ومجموعة فيه فراغ. التلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة سلسلة، اتنين عمود. بعد كده هعمل اتناشر سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر فوق العمود. هشتغل غرزة حشو، بعد كده هعمل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. في الفراغ اللي جاي هعمل اربعة عمود بلفتين، واحد اتنين تلاتة اربعة. ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. حشو فوق العمود، ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واكرر تاني، اربعة عمود بلفتين، ستة سلسلة، حشو فوق كل عمود. ده كده الشغل في الضلع. هكمل كده بنفس الطريقة وهرجع لكم في نهاية الضلع نشوف هنشتغل ازاي في الدوران. عند اخر عمود في الضلع عملت اخر غرزة حشو فوق ال 12 سلسلة اللي جاية. هشتغل 12 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. هروح على اول فراغ تلاتة سلسلة في المجموعة واشتغل مجموعة اتنين عمود، واحد اتنين تلاتة سلسلة، اتنين عمود. بعد اول مجموعة في المجموعة الكبيرة سلسلة، بعد كده المجموعة اللي جاية مجموعة من عمود، ثلاثة سلسلة، اتنين عمود. بعد تاني مجموعة هعمل ثلاثة سلسلة، واحد اتنين ثلاثة. المجموعة اللي بعدها المجموعة الثالثة هعمل فيها مجموعة، ثلاثة سلسلة، اتنين عمود. بعد تالت مجموعة هعمل سلسلة، بعد كده آخر مجموعة هعمل فيها مجموعة. بعد كده هشتغل ستة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عمود مجمع من تلاتة عمود بلفتين فوق العمود المجمع من الادوار اللي فاتت. العمود ده ثابت معايا، مكمل معايا لسه ادوار تاني كتير. واحد اتنين تلاتة، تلاتة اربعة خمسة ستة. واكرر شغل المجموعات تاني بنفس الطريقة اللي اشتغلتها هنا. مجموعة سلسلة مجموعة، ثلاثة سلسلة مجموعة، سلسلة مجموعة. بين كل مجموعة كبيرة والمجموعة اللي بعدها في ستة سلسلة، وهكذا. بعد ستة سلسلة هنا اعمل عمود مجمع من ثلاثة عمود، ستة سلسلة، واعمل اخر مجموعة. بعد اخر مجموعة اعمل 12 سلسلة وابدأ بحشو فوق العمود،
بعد كده 6 سلسلة 4 عمود بلفتين في فراغ ال 12 سلسلة، 6 سلسلة وحشو تاني في العمود. هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية الدور وارجع لكم.